العادة بنبدأ بموجز الأخبار. مسحة جديدة للأهلي غدا استعدادا لمواجهة بايرن ميونخ ومران استشفائي للعيبة الفريق. وموسيماني بيضع برنامج بدني لأيمن أشرف ومحمد هاني وبدر بنون على هامش مران الأهلي في الدوحة، ووليد سليمان بيكمل برنامجه التأهيلي. واستعدادا لمواجهه الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، البايرن بيفوز على هيرتا برلين بهدف مقابل لا شيء احرزه كومان. في تصريح للحارس نوير، ده ملوش علاقه بنوير اللي على الشاشه ده خالص، احنا بنتكلم على نوير. نوير بيقول امتلك كل المعلومات عن لاعبي بطل افريقيا، اما باتشيكو فبيفاضل بين الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي للدفع بواحد منهم اساسي قدام الاتحاد، والحمد لله مسحه الفريق سلبيه. ما زال محمد اشرف رؤى ومحمد عبد الشافي وايمن حفني في التدريبات التاهيليه في الجيمنازيوم، واختبار طبي لاشرف بن شرقي حددوا موقفه من مواجهه الاتحاد السكندري. فرقه بالكامل خارج القائمه في مباراه بيراميدز وطلاع الجيش، هحكي لكم التفاصيل بعد قليل. الاتحاد السكندري بيعلن اصابه 4 من لاعبيه بفيروس كورونا قبل مواجهه الزمالك، وللاسف الشديد اصابه كريم ممدوح بالرباط الصليبي، الف مليون سلامه عليه. وعين الحسود بتصيب عمر رضوان المتألق بشدة في حراسة مرمى أسوان، الكورونا تهاجمه والمسحة الباقي اللاعبين سلبية، ألف سلامة يا عمر. في انجلترا وبالتحديد في ليفربول، يورجن كلوب يتنفس الصعداء ويؤكد عودة أليسون وفابينو وماني للتدريبات قبل مواجهة مانشستر سيتي لقاء القمة. لو فاز السيتي مبروك على الدوري. وفي إيطاليا نادي نابولي يعلن إصابة فوزي غلام بفيروس كورونا، والاتحاد الإيطالي بيبدأ يدرس خطة عودة الجماهير للمدرجات في الدوري، يا رب أول الغيث. الاتحاد الأوروبي بيقرر إيقاف حارس مرمى أياكس أندري أونانا 12 شهر بسبب المنشطات، والتبرير كان غريب جدا، قالوا إنه خد دواء بالخطأ بتاع زوجته. والفيفا الحقيقه يعني تماشيا مع ما يحدث على الساحه بيعلن استمرار تطبيق بعض الاجراءات الاستثنائيه الخاصه بفترات قيد اللعيبه مع توفير مرونه فيما يتعلق بانضمام اللعيبه للمنتخبات. عشاق التنس على موعد مع خبر سعيد، منظمو بطوله استراليا المفتوحه للتنس اعلنوا سلبيه نتائج كل اللاعبين واللاعبات اللي خضعوا للحجر الصحي بالامس.